السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع تكملة حلولنا في كتاب بيت باي بيت الوحدة الرابعة. طبعا حبايبي كنا حلينا الجزء الخاص بلسن 1 و2 و3 في الجزء الأول، تعالوا بقى نكمل بقية الوحدة في الجزء الثاني مع الدرس الرابع والخامس والسادس وكمان التاسع. هنبتدي طبعا في صفحة 196، مديني قطعة listening المفروض ان انا بستمع وبعدين بكمل القطعة دي بالكلمات اللي انا هسمعها. بيقولي the king sat on his throne eating strawberries، طبعا strawberries حبايبي يعني فراولة. On a string، طبعا string حبيبي بمعنى خيط string. He was scratching his throat. He was scratching. طبعا throat throat. He heard a scream. Scream حبيبي بمعنى صراخ. A strong man came to help. طبعا يبقى هنا strong يعني قوي. Strong man came to help يعني رجل قوي أتى للمساعدة. طبعا في السؤال التاني حبايبي بيقول لي شوف الكلمة اللي مكتوبة صح حالم عليها صح والكلمة اللي مكتوبة غلط حبايبي حصحها. طبعا أول كلمة كلمة milk صحالي، تاني كلمة cake دي طبعا كلمة صحية، عندنا كلمة chocolate خطأ طبعا chocolate chocolate. طب number 4 ice skating طبعا ice خاطئة ice skating شكل ما هي تزلج على الجليد. ليك طبعا ليك حبايبي كي واحدة مش دبل كي. بينز طبعا دي كلمة صحيحة. بيلت ده حزام كلمة صحيحة. ماونتين طبعا ماونتين حبايبي ما فيهاش اي يعني ماونتين mountain. سنيكرز طبعا سنيكرز حبايبي snea not ee K-E-R-S sneakers. تعال حبيبي يلا نشوف التدريبات اللي في صفحة 200 ودي على الدرس الرابع. أولها سؤال التوصيل number 1 street طبعا street حبيبي بمعنى شارع والشارع ده letter A. screen وان screen حبيبي بمعنى شاشة والشاشة B. throne وان throne حبيبي معناه كرسي العرش وكرسي العرش حبيبي اللي هو C. strong حبيبي بمعنى قوي شايفين اللي بيلعب حديد ده E. scream حبيبي بمعنى يصرخ دي. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال اختياري number 1 بقول farmers eat their plants every day بقول الفلاحين بيعملوا ايه في النباتات كل يوم اكيد water حبايبي بمعنى يروي. number 2 بقول I don't like this garden انا مش حابب الجاردن دي it's dirty and بقول لي ان هي متسخه اكيد ومسي ومسي حبايبي بمعنى غير مرتب. number 3 بقول we need to take out the to keep the plants healthy طبعا لازم نشيل الاعشاب الضاره والنباتات الضاره فتبقى weeds. number 4 بيقول I like two friends on facebook طبعا حبايبي يكون اصدقاء اسمها make friends يعني يكون اصدقاء. number 5 بيقول it was a to get nice presents on my birthday اكيد it was a surprise حبايبي بمعنى كانت مفاجاه to get nice presents on my birthday. number 6 بيقول take out these plants طلع النباتات دي they are اكيد طالما هخرجها من الارض يبقى they are harmful وكلمه harmful حبايبي بمعنى ضار. تعال حبايبي نشوف سؤال الترتيب في صفحه 201 عندنا out weeds ماجد took the اكيد هقول ماجد خرج الاعشاب الضاره فهقول ماجد took out the weeds ماجد took out the weeds. تعال نشوف number 2 بيقول seeds planted fruit they vegetable and طبعا عايز اقول ان هما زرعوا بذور الفاكهة والخضروات فاذا هقول they planted يعني هما زرعوا fruit and vegetable seeds يعني حبايبي زرعوا بذور الخضروات والفاكهة. number 3 بيقول plants keep he to watered the healthy them اكيد عايز اقول هو روى النباتات عشان يبقي عليها بصحة جيدة او صحيحة فاذا هقول he watered the plants يعني هو روى النباتات to keep them healthy
يعني عشان يحافظ عليها صحيحة. تعال نشوف number 4 with friends other he people made with the. طبعا عايز اقوله وكمان صداقات مع الناس التانيين. فاقول حبيبي he made friends يعني هو كون صداقات with the other people يعني مع الناس الآخرين. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال باراجراف اللي بيكلمني عن our community garden طبعا حديقة المجتمع وحديقة الأسرة. واللي المفروض ان انا بتكلم فيها عن الكلمات دي community like messy soil glad. طبعا حبايبي ممكن ابدأ بجملة جميلة خالص اللي هي I like my community garden. يعني انا بحب الكوميونيتي جاردن بتاعتي. I go there يعني انا بروح هناك with my mother يعني مع ماما. ممكن اقول في الاول انا ما كنتش حبيبها لانها كانت ميسي متسخة وغير مرتبة. يبقى هقول at first I didn't like it because it was dirty and messy. يعني كانت متسخة حبايبي وغير مرتبة. اقول بقى حبايبي انا بعمل ايه في الحديقة دي مع ماما. يبقى هقول I help my mom يعني انا بساعد ماما grow plants يعني في زراعة النباتات. we take out the weeds يعني احنا حبايبي بنخرج الاعشاب الضارة. اقول we dig the soil يعني بنحفر التربة. هقول طبعا we are glad يعني بنبقى سعداء when we see plants يعني لما بنشوف النباتات grow وهي بتكبر. انا كده كتبت باراجراف بسيط وسهل جدا يا حبايبي عن الكوميونيتي جاردن. تعال نشوف سؤال الترقيم number 1 بيقول لي does مصطفى make a lot of friends. طبعا الدي بتاع does capital عشان في اول الكلام. مصطفى الام كابيتال حبيبي عشان ده اسم شخص. make ما فيهاش اي حاجه. a lot of friends في الاخر حبيبي احط question mark عشان ده سؤال. طب تعال نشوف الجمله الثانيه بيقول لي it's dirty and messy. اكيد هقول الاي كابيتال عشان في اول الكلام. ابوستروفي اس ما تنساش. dirty ما فيهاش اي حاجه and messy برضو ما فيهاش اي حاجه في الاخر حبايبي فول ستوب عشان دي جمله عادي. تعالوا نشوف حبايبي يلا التمرينات اللي على الدرس الخامس والسادس ودي موجوده في صفحه 206 بول انطابا. في طابا يو كان ستاي ان في طابا حبايبي انت ممكن تقعد فين. قلنا ايكولوجيز. ايكولوجيز دي نزل حبايبي صديق للبيئه. نمبر 2 بيقول لي ذا بيلدينجز ان طابا ار بيقول لي ان المباني في طابا مالها حبايبي. طبعا هقول fascinating. fascinating حبايبي بمعنى مبهرة. تعال نشوف number 3 بيقول لي طابا is a eco resort. اكيد هقول excellent. excellent حبايبي بمعنى ممتاز يعني منتجع سياحي بيئي ممتاز. تعال نشوف number 4 بيقول لي eco tourists in طابا can enjoy diving a and camping. اكيد طبعا hiking. هون hiking اللي هو التنزه حبايبي عن طريق المشي. number 5 بيقول لي رجادة is a or an بقول التوريزم سياحة ايكو ريزورت ولا تورست. هتقول لي طبعا ايكو ريزورت بمعنى منتجع سياحي بيئي. تعال حبايبي نشوف السؤال اللي بعده بقول سيركل ذا اولد وان اوت. هنطلع الكلمة المختلفة. عندنا كلمة اكسلنت وعندنا كلمة فانتاستيك وعندنا وايلد لايف وعندنا فاسينيتنج. طبعا هلاقي كلها حبايبي ادجكتيف صفات ما عدا كلمة وايلد لايف. وايلد لايف اللي هي الحياة البرية. نمبر 2 بقول دايفينج بيينج هايكينج اند كامبينج. طبعا حبايبي كلها نشاطات يقدر السياح يعملوها ما عدا كلمه بيينج. بيينج يعني يكون. نمبر 3 بقول فريندلي كول بيرفكت اند ستراكشر.
حبيبي طبعا برضو friendly صفة, cool صفة بمعنى رائع, عندنا perfect يعني تام او رائع برضو صفة, انما structure يعني مبنى او بناء او قاعدة. تعال نشوف number 4, بولي كايرو سيناي اسوان فالي. طبعا كل دي حبيبي مدن ما عدا مين, رفع عليكو فالي, فالي حبيبي بمعنى وادي. تعال حبيبي يلا نشوف السؤال الثالث, وده سؤال الترتيب, بيقول لي ان طابا اكسلنت از ايكو ريزورت. اكيد هقول طابا الفعلي بتاع از ان, والصفة لازم تيجي الاول, اكسلنت ايكو ريزورت يعني منتجع سياحي بيئي ممتاز. نمبر 2 بيقول لي كان وايلد لايف فاين فانتاستيك طابا انيو. اكيد هقول انك تقدر تلاقي حياة برية ممتازة او رائعة في طابة, يبقى you can find fantastic wildlife in طابة. نمبر 3 بيقولي comes stay can ecotourists in. طبعا عايز اقول ان السياح ممكن يقعدوا في معسكرات او مخيمات, فهقول ايكو tourists can stay in camps. تعال نشوف نمبر 4, بيقول are the fascinating buildings. اكيد هقول المباني مبهرة, فهقول the buildings يعني المباني are fascinating يعني مبهرة. تعال احبابي يلا نشوف اسئلة الازهر الشريف, ودي موجودة في صفحة 210, المفروض ان انا بسمع وبختار. بقولي هاني was sleeping at 6 AM. طبعا sleeping اول كلمة. نمبر 2 بقولي Russia planted flowers in the garden. فين planted؟ التانية. تعال نشوف السؤال التاني, عندنا كلمة helps, عندنا worried, عندنا bros. هلبس يعني يساعد, وارد يعني الآن, وكلمة براس يعني مزايا. بقول what are the A of ecotourism. عايز اقول ما هي المزايا بتاعت السياحة البيئية, فأكيد حقول براس. B قال لي it A the environment. اكيد بتساعد البيئة, يبقى it helps the environment. فبقول what's the problem, هي ايه المشكلة. قال له I'm feeling, اكيد worried, worried حبيبي بمعنى الآن او مضطرب, worried. تعال نشوف حبيبي سؤال القطعة, بقولي yesterday I went to Taba with my father and my mother. يعني امبارح رحت طابا مع بابا وماما. Taba is a part of Egypt where ecotourism works well. ده جزء من مصر بتعمل فيه سياحة البيئة بشكل جيد. You can find valleys, mountains, deserts and the sea there. ممكن تلاقي طبعا الأودية, وممكن تلاقي الجبال, وممكن تلاقي الصحاري, وكمان ممكن تلاقي البحر هناك. Number 1 بولي yesterday I went to, اكيد I went to طابا, رحت لطابا. Number 2 بولي I went to طابا with my father and, اكيد mother يعني مع بابا وماما. Number 3 بولي طابا is a part of, اكيد هي جزء لا يتجزأ من مصر. تعال حبيبي يلا نشوف السؤال الخامس, بولي the fox is sleeping. طبعا حبيبي فعل في ing, بحيجي قبله verb to be, وهنا الفوكس مفرد فياخد was. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي animals may lose their food because they die. بيقول لي ان الحيوانات ممكن تفقد الطعام, لان مين اللي هيموت, اكيد plants, وplants حبيبي يعني النبات. تعال حبيبي يلا نشوف التست بتاعنا, تست 4 في صفحة 212, بيقول لي choose the right answer from A, B or C. نمبر 1 بيقول لي عمر was A his homework at 6 PM yesterday. اكيد was where, هيجي وراها verb plus ing, فحقول making. Number 2 بيقول لي helps people learn about new culture. مين اللي بيساعد الناس انها تتعلم عن الثقافة الجديدة, اكيد tourism, tourism حبايبي اللي هي السياحة. Number 3 بيقول لي change is a big problem on earth. يا ترى التغير الايه, برافو عليكم, climate change التغير المناخي, طبعا مشكلة كبيرة على الكرة الارضية. Number 4 بيقول لي عادل made many friends at the A garden. اكيد طبعا عادل كون اصدقاء كتير في الكوميونتي جاردن, في حديقة المجتمع او الاسرة. تعالوا نشوف السؤال التاني, هو سؤال التوصيل, بيقول له ايكو توريزم. ايكو توريزم اللي هي السياحة البيئية, مالها حبيبي, هتقول لي looks after the environment يعني بتعتني بالبيئة. سي نمبر 2 بيقول له we traveled to the island, يعني احنا سافرنا للجزيرة, وطالما هنروح جزيرة, جزيرة يعني في وسط المية, يبقى اكيد by boat,
بيبوط حبايبي يعني بالقارب، تاني بيبوط بالقارب. نمبر 3 بيقول لي تورستس دايف، بيقول لي ان السياح حبايبي بيغطسوا فين؟ اكيد ان ذا ريد سي، يعني في البحر الاحمر. نمبر 4 بيقول لي اي واز، انا كنت، طبعا واز هنا هيجي وراها فيرب اي ان جي، فحول اي واز كامبينج ان ذا ديزرت، يعني انا كنت معسكر فين حبايبي؟ في الصحراء. تعالوا نشوف نمبر 5 بيقول لي ذا كوميونيتي جاردن was dirty، اكيد and messy، يعني كانت متسخه وكمان كانت غير مرتبه، يبقى حصلها بدي. نمبر 3 بيقول لي fill in the gaps، تعال نشوف، عندنا كلمه history حبايبي بمعنى تاريخ، عندنا كلمه island حبايبي بمعنى جزيره، وعندنا كلمه lots يعني كثير. عندنا بيقول لي the elephantine a is a fantastic place، اكيد island، طبعا elephantine island يعني جزيره elephantine. it's full of a، you can travel to it by boat، اكيد طبعا قلنا مليانه تاريخ، it's full of history، it's full of history. there is a to see، اكيد there is lots to see، يعني في الكثير لكي ترى. تعالوا نشوف حبايبي سؤال الكتب معانا، بيقول لي the climate in an area usually takes a long time to change، طبعا بيقول لي المناخ في منطقه معينه بيحتاج وقت كتير جدا حبايبي عشان يتغير. climate takes hundreds thousands or millions of years to change، بياخد مئات الاف ربما ملايين السنين عشان يتغير. the greenhouse gases include carbon dioxide and methane، these gases are like a blanket for the earth، بيقول لي ان طبعا غازات الاحتباس الحراري حبايبي هي ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان، بيقول له هي بتعمل شكل بالظبط البطانيه والغطاء على وجه الارض. helping to keep the earth warm enough، خلي الأرض دافية بدرجة كفاية. An increase in the greenhouse gases cause the earth to become warmer، طبعا الزيادة في الغازات دي بقى بيخلي الأرض تزداد حرارة. A warmer climate can affect the earth badly، بقول ان الطقس الدافي ده ممكن يأثر على الأرض بشكل سيء، badly يا حبايبي بشكل سيء. تعال حبايبي نشوف السؤال الأول، بقول greenhouse gases are like A for the earth، قلنا بالظبط شكل البطانية الغطاء. Number 2 بيقول the greenhouse gases causes the earth to become، بيقول لي بتخلي الارض ايه؟ اكيد warmer يعني اكثر دفئا. السؤال الاول بيقول لي how long does it take to climate to change، بياخد قد ايه المناخ عشان يتغير؟ قلنا طبعا it takes يعني بياخد hundreds مئات thousands الاف or أو millions of years أو حبايبي ملايين السنين. تعال نشوف نمبر 2 بيقول what are greenhouse gases، إيه هي غازات الاحتباس الحراري؟ شكل ما قال لي حبايبي إن greenhouse gases شكل ما اداهم لي قال لي carbon dioxide and methane، يبقى هكتب carbon dioxide and methane. تعال نشوف يلا سؤال الترتيب، بيقول لي are people the friendly local، يبقى اكيد هقول الناس المحليين ودودين، يبقى هقول حبايبي the local people are friendly. تعال نشوف السؤال الثاني، up earth goes temperature the، عايز اقول طبعا درجة حرارة الارض بترتفع، فاذا هقول the earth temperature يعني درجة حرارة الأرض goes up، goes up حبايبي بمعنى ترتفع. for tourism jobs people gives local، أكيد طبعا عايز أقول السياحة بتوفر فرص عمل للمحليين، فحاول tourism السياحة gives يعني بتعطي jobs وظائف for لي local people يعني حبايبي للناس المحليين. number 4 reefs you see coral can reach see the in، يبقى اكيد هقول you، عايز اقول انت تستطيع انك تشوف الشعاب المرجانيه في البحر الاحمر، يبقى you can see coral reefs in
the red sea. يبقى انت تقدر تشوف الشعاب المرجانية في البحر الاحمر. تعال حبيبي بقى نشوف الباراجراف، وده بسيط جدا جدا. بيقول اتكلم عن your favorite eco resort، اللي هي طابة. طبعا اول حاجة حبيبي لازم في الاول اقول I like tourism. يعني I like tourism، ها انا بحب السياحة. وابدأ اقول بقى ان المنتجع السياحي بتاع المفضل هو طابة. يبقى اذا هقول my favorite eco resort is طابة. هي ايه حبايبي؟ طابة. هبدأ اقول ايه اللي ممكن تلاقيه فيها، يعني هقول هي موجود فيها ايه. يبقى هقول حبايبي it has valleys، فيها اودية. وايه كمان حبايبي؟ هتقول لي mountains، يعني جبال. and desert، وفيها كمان حبايبي صحراء. طبعا هقول ممكن تعمل نشاطات ايه هناك. اول حاجة حبايبي هقول you can see wildlife there، يعني تشوف الحياة البرية. you can go diving in the red sea. ممكن اقول you can enjoy the environment، يعني ممكن تستمتع بالبيئة هناك. طبعا اكيد ممكن تقابل هناك الناس المحليين، والناس المحليين دول حبايبي شكل ما قلنا ودودين جدا. يبقى هقول you can meet friendly people، يعني هناك ممكن تقابل ناس ودودين جدا. وبقى انا كتبت باراجراف سهل وبسيط جدا حبايبي عن مدينة طابة، وده من خلال قرايتي للمواضيع. تعال نشوف يلا سؤال البانكتويشن معانا. It's not as comfortable as normal. اكيد طبعا الاي بتاعت it's معنا apostrophe s. not as comfortable as normal. يبقى في الاخر حبايبي حط فلسطاط نقطة، لان دي جملة عادية. number two بولي how is tourism important to Egypt. طبعا how الاتش is ما فيهاش، tourism حبايبي برضو ما فيهاش، important برضو ما فيهاش. two Egypt هتقولي لا بقى هنا مصر، لازم الاي بتاعت Egypt عشان اسم بلد، وفي الاخر هحط question mark علامة استفهام. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش شاركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. أشوفكم ان شاء الله في حل الوحدة الخامسة بالكامل، بس بعد ما نخلص شرحها وحلها كمان في كتاب المعاصر. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.